السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة وعمل جديد من أعمال الكروشيه. وحلقة النهاردة هيكون فيها تطبيق جديد بغرزة السبائك أو غرزة البوليون ستيتش. والغرزة دي احنا شرحناها قبل كده ووضحنا ليها أكتر من تطبيق، وفي حلقة النهاردة هنشرح ليها إزاي أنفذ بندانة أو ربطة راس لطفلة، وهشتغل فيها برضو بغرزة السبائك لكن بشكل مختلف شوية، بحيث إن الغرزة دي هتكون على أطراف الشغل. فتابع معايا خلال الحلقة دي، هشرح كل الخطوات بالتفصيل، وكمان هوضح لك الخيوط المناسبة والخيط اللي أنا هشتغل بيه وكميته وكل الخطوات. فتابع معايا خلال الحلقة دي، وما تنسيش لو عجبتك اعملها لايك وشير علشان غيرك يشوفها ويستفيد بيها. وتعالوا بينا نبدأ. اول حاجة الخيط اللي انا استخدمته ده خيط اسمه كورتوبا بيبي، والخيط ده بيكون نسبة القطن فيه عالية، وانا اشتغلت بيه قبل كده برضو بندانة في الشتاء اللي فات بغرزة البالون لما كنا بنعمل ليها برضو اكتر من تطبيق، وطبعا البكرة اتبقى فيها، فيعني حبيت ان انا انفذ البندانة بالخيط دوت. والخيط ده طبعا زي ما قلت لكم هو قطن، وفتلته فتلة متوسطة، استخدمت معاها ابرة مقاسها 3.5، تمام. وطبعا بنستخدم بقى ادواتنا بقى، مقص التنظيف والابره بتاعه التنظيف، وهستخدم زرار لاني هعملها مفتوحه. كميه الخيط اللي انا استهلكتها حوالي 20 او 25 جرام، يعني حاجه بسيطه جدا. ممكن تستخدمي اي بواقي خيط من بكر عندك وتشتغل بيها. طبعا يفضل لاي حاجه هتتلبس على الراس انك تستخدمي فيها خيط قطن، حتى لو انت يعني هتتلبس في وقت الشتاء الافضل ان هي تكون قطن علشان ما تسخنش الراس. فانا بحب دايما استخدم خيوط قطن. هنبدأ نشتغل عقدة البداية، وبعد كده هشتغل السطر الأولاني كله، هيكون عندي بغرزة النص عمود. فأنا هبدأ أشتغلها بنظام الفاونديشن، بحيث أن أنا بشتغل بالنص عمود مباشرة. والنظام الفاونديشن ده أنا شرحته بالتفصيل في حلقة من فنيات الكروشيه، ووضحنا إزاي أعمله في الحشو أو النص عمود أو العمود. فأنا هنا هشتغل 2 غرزة سلسلة، وبعد كده هناخد لفة وهدخل في أول غرزة أنا اشتغلتها، وهسحب الخيط منها وهخرج، وبعد كده هاخد لفة وهخرج من أول حلقة، وبعد كده هاخد لفة وهخرج من الثلاث حلقات مع بعض، وبعد كده هنبدأ نكرر. هاخد لفة على الإبرة وهدخل برضو من تحت السبعة اللي هي بتبدأ تتكون عندي اهيت، تمام. وهبدأ هاخد لفة واخرج منها تاني، وبعد كده هاخد لفة واخرج من أول حلقة بس، وهناخد لفة ونخرج من الثلاث حلقات مع بعض. كده انا بكون غرزة النص عمود، وبكون برضو سطر السلاسل في نفس الوقت. انا محتاجة اشتغل بغرزة الفاونديشن عشان انا محتاجة يتكون عندي من فوق شكل السلاسل اللي هو السبعات دي، وبرضو من تحت هتتكون عندي، بس هتظهر اكتر لما اشتغل مسافة اطول وهوريها لكم. هبدأ اكرر، هاخد لفة وهدخل من تحت السبعة وهسحب الخيط واخرج، تمام، وهاخد لفة واخرج منها كده، وبعد كده لفة واخرج من التلاتة مع بعض. خلصت كده ووصلت للطول اللي انا عايزاه. وطبعا الطول اما ان انا بقى محدده مقاس دوران الراس وبنقص منه 2 او 3 سنتي ونقيسه بالمزوره، او ان انا بقيسه مباشره على الشخص اللي انا بنفذها له. طيب بعد ما بنخلص هنبدا بقى مباشره في السطر الاولاني، وطبعا هي مفتوحه فانا مش هقفلها لاني هعمل لها زرار وعروه. فهبدا على طول في السطر الاول، وهنبدا من هنا كده نرتفع 4 سلسله، وبعد كده هقلب الشغل بتاعي ونبدأ نشتغل خطوات الغرزة. خطواتنا هتكون على السلاسل اللي احنا اشتغلناها ديت، فهبدأ كده نيجي من وراء السلاسل دي بالشكل دوت، ونسحب الخيط ونخرج تاني، وبعد كده هاخد لفة واخرج من اول حلقة دي، وهبدأ اكرر واسحب الخيط واخرج من اول حلقة، تمام كده 2. هبدأ اشتغل لغاية ما اكون معايا 8 حلقات غير الحلقة الاساسية، يعني هكرر الخطوة اللي انا بشتغلها دي 8 مرات كده 3 4
خمسة ستة سبعة تمانية. وبعد كده هاخد لفة وهخرج من كل الحلقات اللي على الإبرة مرة واحدة بالشكل ده، وهنيجي بقى على السطر بتاعنا وهنفوت أول غرزة وتاني غرزة، وهنيجي على تالت غرزة ندخل فيها نشتغل بغرزة منزلقة. من المكان اللي أنا واقفة فيه ده هبدأ أكرر الخطوة بتاعتي تاني، وهشتغل أربعة سلسلة، واحد اتنين تلاتة أربعة، وهنكرر نفس الخطوات بتاعتنا. فهبدأ أدخل من قبل السلاسل وأسحب الخيط وأخرج، وبعد كده أخد لفة وأخرج من أول حلقة، وهكرر 8 مرات. بعد كده هنيجي نفوت غرزتين، واحد اتنين، وهنيجي في الغرزة الثالثة نشتغل غرزة منزلقة. وده شكل الغرزة اللي بيبدأ يتكون عندي. هبدأ من المكان اللي انا واقفة فيه، هكرر نفس الخطوات وهستمر على مدار السطر بتاعي بنفس الخطوات والطريقة لغاية لما بوصل لآخر السطر. وصلت لنهاية السطر، وزي ما هو واضح كده انا اشتغلت على مدار السطر كله، وده بيكون الشكل اللي انا كونته. ونهاية السطر عندي انا باقي تقريبا غرزتين بس، فمش هيكفي ان انا اشتغل غرزة كمان زي دي، لازم يكون في غرزة تالتة. فانا هسيب المسافة دي بحيث بعد كده هركب فيها الزرار، وهبدأ ان انا اتحرك بمنزلقة علشان اوصل للجزء التاني، وهكرر نفس الخطوات دي. فهتحرك كده منزلقة على الغرزة الاولى وعلى الغرزة التانية، وبرضو هتحرك هنا على اللي هو الارتفاع بتاع الغرزة اللي هي بتاعة الفاونديشن اللي احنا بدأنا بيها. وبعد كده هدخل على الغرزتين دولت برضو بمنزلقة، بحيث ابدأ شغلي من الغرزة التالتة وابدأ اشتغل غرزة مقابلة ليها. بعد كده هبدأ ان انا ارتفع اربعة سلسلة وابدأ اشتغل نفس الخطوات بتاعت الغرزة بتاعتي. وهبدأ ان انا اكرر نفس الغرزة على السطر كله لغاية لما بوصل لنهاية الشغل، بحيث هيتكون عندي الغرزة دي على الطرفين، وهيكون شكلها زي ما انا اشتغلت اول واحدة بالشكل دوت، وهكمل لغاية لما هوصل لنهاية السطر عندي هنا كده. دي اخر واحدة هشتغلها دلوقتي، وهنقفل بعد غرزتين، فهنعد واحد اتنين، والغرزة التالتة ليها هتبقى أول غرزة خالص في بداية الشغل بتاعنا، وهنقفل بمنزلقة بالشكل دوت. تمام، وده هيكون نهاية السطر، وده بيكون شكل البندانة بعد ما خلصت. تمام، وهبدأ دلوقتي أعمل العروة بتاعة الزرار. فهبدأ أشتغل عدد من السلاسل، وهنقفل بمنزلقة في غرزة جنبها على طول. وطبعا لازم نختبر العروة دي هتكون مناسبة ولا لا للزرار بتاعنا، لو لقيتها مش مناسبة ممكن ان انا بوسع شوية، ازود غرزة كمان او غرزتين على حسب طبعا حجم الزرار اللي عندي. وبعد كده بنشتغل غرزة سلسلة وبنسيب مسافة في الخيط، وبعد كده بنبدأ ان احنا نقطع الخيط، وطبعا بنخفي الخيط دوت ونعقده ونخفيه في ظهر الشغل.
وبالنسبة للزرار طبعا هجيبه وركبه على الناحية التانية. وزي ما انتم شايفين احنا كنا سبنا مسافة هنا كده ما اشتغلناش فيها، كانت غرزتين متبقيين، فهنحط الزرار هنا كده وهبدأ ان انا اخيطه. طرف الخيط ده ممكن استخدمه في ان انا اخيط بيه الزرار، وطبعا يفضل ان انت في بداية الشغل سيبي مسافة كويسة من الخيط عشان تساعدك في خياطة الزرار. وده بيكون الشكل النهائي للبندانة بعد ما بخلصها وبشطبها، وده بيكون شكل الغرزة المميز ليها. أتمنى في نهاية الحلقة تكون الخطوات شرحها واضح وتكون فكرة البندانة عجبتكم، ولو عجبتك ما تنسيش تعملها لايك وشير عشان غيرك يشوفها واستفيد بيها. ولو عايزة تتابعي كل الحلقات والفيديوهات اللي بنزلها اعملي سبسكرايب أو اشتراك على القناة ولايك لصفحة الفيس، هتلاقوا الروابط كلها تحت الفيديو. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.